بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما ويا رب. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الشهر الكريم شهر رمضان، قعدوا علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير ان شاء الله. فيديو جديد ان شاء الله. عندنا بيع دي عباية قديمة، ودي كانت جاية لي مش عشان تصليح، دي كانت جاية لي عشان اخد منها جزء اعمله لعباية تانية. انا دلوقتي هوريكم انا عدلت من العباية دي، بدل ما هي ترميها خالص وان هي مش عايزة تستعملها تاني عشان الحرق اللي انتوا شايفينه دون، وهناخد منها جزء نحطه ايه في عباية تانية بيضة هوريها لكم دلوقتي. بس يا ريت اللي بيتفرج علينا الاول ما ينسيناش في اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصله كل جديد، واشعاراتنا كلها توصله اول باول، ويستفيد من فيديوهاتنا سواء الجديد او الاصلاحات إعادة التدوير. خليكم معانا مع بعض عشان نشوف ايه اللي هنعمله في العبايه دي، والعبايه البيضه اللي هي جايباها لي اللي هي عايزه تعدل منها، ضيقه عليها وهي على البيضه، العبايه البيضه يعني جديده، فهي بكبزه خالص. فزي ما انتم شايفين كده الدراع كان بتاعها قد ايه. دي العبايه البيضه دي جديده خالص، وكانت ان هي زي بتوع كرداسه كده بالكم لحد الكوع، وبعد كده كورنيش ابيض منه فيه. انا ما لحقتش ان انا اصورها لكم وهي قبل ما تتعمل، فانا قلت ايه جات لي الفكره، لان انا اول مره اعمل تصليحات من بتاعه المحل على القناه. تمام، كان كمها بدل الاسود دون كان ابيض منه فيه، وكان ضيقه عليها، فقلت وكانت تحت الستر برضك في كشكشه ورا وقدام، وكانت برضك ضيقه، فانا شلت الجزء اللي انا حطيت بداله الاسود ده وجبت قماشه كريب، وكانت باقيه عندي وعملتها بدل الكم ده اللي انا وسعت بيه تحت الباط كده، والكم ذات نفسه المسافه دي كلها، عشان زي ما قلت لكم دي بكبص خالص، يعني ايه فوق الـ 8 اكس كمان، ربنا يشفيها ويعافيها ان شاء الله. ودي الكشكشه هي انا زحزحت فكيت من الجناب وفكيت جزء بس من الكشكشه عشان اعوض بالمسافه اللي انا هحطها تحت في الصدر من فوق. تمام، شوفوا العرض بتاعها قد ايه زي ما انتم شايفين كده. دي انا بوريكم العرض بتاعها، العرض بتاع العبايه دي قد ايه، يعني اكسهات كتير، يعني دي اهي 3 شبار ويمكن ونص او اكتر من نص، يعني بتاع ايه النص بس العرض بتاع العبايه بتاع 65 او 75 سنتي. تمام، انا بقى قلت بما ان في اسود زيها، وهي كانت عايزه فعلا اخد من العبايه السوداء الثانيه اعمل نفس الوضع، قلت لها لا خساره وانا هصلح لها العبايه الثانيه ودي، بس الفرق ان الذهبي ده شريط الذهبي زي اللي في صدر فوق مش هيقضي بعد ما وسعنا العبايه الكم بتاع العبايه فضيق. فانا بصراحه انا مش باين، ما وريتلكوش اللي هنا هعمل فيها ايه الشريط ده، بس ساعتها هي ما خدتها انا قلت لها ده ملهوش لازمه لانها مش هيقضي، فاقترحت عليها بصراحه ان هي تعمله ايه، تعمله فيونكه فوق ما بين الاسود والابيض في الكم، فيونكه نازل منها كده ايه شريطين، فهي فعلا قالت هعمله كده مع نفسي في البيت وهتلزقه. فانا هنا هبتدي افك العبايه من الجنب، انا هو جنب الجنب اللي فيه الحرق، الحرق كان مايل للجزء اللي ورا اكتر، فانا هفك من الجناب من تحت الصدر على طول لتحت خالص، وبعد كده هقصه. فانا دلوقتي بفكه برضك بحرص شويه، العبايه دي عشان انا عملت زيها بنفس، هي دي جاهزه بس انا عملت تيبيكال زيها البيج اللي هو تحت الشبك ده، انا عملته مره على احمر ومره على ازرق ليها، فعشان كده هي عشان جسمها فمريحه في العبايات دي، فعشان كده رغم ان هي اتلسعت بس كانت زعلانه وهي جايه ان انا هاخد منها. تمام، فانا قلت لها لا طالما هي عايزاها فانا قلت لا هفكها لها واصلحها لها، وبرضك بتبتدي تخرج بيها تاني. فانا بعد ما فكيت جزء من تحت الباط كده وسلكت شويه بتاع مثلا ايه زي ما انتم شايفين كده عشان اوسع لنفسي، فانا قلت هخيط هقص الخط الجنبي ده زي ما انتم شايفين كده بقصه، واخد المسافه بتاعه الحرق، اخد المسافه بتاعه الحرق وبعد كده ارجع الجنب تاني يتخيط، وبعد كده ابقى اوسع له بقى بعد اللي انا اعوض اللي انا قصيته، اعوضه بين الكشكشه اللي هي في تحت الصدر على طول، افك من ناحيتين عشان يبقوا متساويين زي ما انتم شايفين كده. انا قصيت وهفتح الخياطه لفوق خالص لحد تحت الصدر المكان اللي انا وسعت النفسه عشان اللي هي فكيتها تحت اللي هي الشبك. يعني دلوقتي بقى باجي بمسك الجهه اللي جنب اللي هي ناحيه الحرق من فوق لتحت، واخد المسافه اتنيها كده المسافه اللي فيها الحرق، وبعد كده هو اقصها خالص.
عايزه اقول لكم بس ان المره دي مثلا انا اقترحت على صاحبه العبايه ان انا اصلحها لها، انما الحياه الاقتصاديه والغلا اللي من دول خلى الناس كتير بتجيلي المحل عشان تصلح او تصغر الحاجه الكبيره للحاجه الصغيره للحد صغير، وده الحال اللي هو بيبقى فيه الايام دي. شغال بقى تقريبا نص الشغل اللي بيجي له كل التصليحات، ده اللي اضطرني ان انا تصليحات المحل اللي انا اعمل لها بها فيديو يكاد كمان 80% من الشغل. فعشان كده انا ببرر لكم يعني ان انا عملت التصليح فيديوهات ليه، وربنا يعيننا ويعين الناس كلها على الغلا اللي احنا فيه ده. دلوقتي انا قصيت اللي هي الزياده، وبرضك هقص من الطرف الثاني اللي هي بقيه الحرق، لان هي ماسكه من الخط الجنب من الناحيتين، بس مسافه كبيره من ناحيه الخلف وحاجه صغيره كده بسيطه من الامام زي ما انتم شايفين كده. فانا برضك بصفيها وبقص برضك الزياده اللي هنا، وبعد كده هخيطهم. واخدين بالكم الحرق كان لازق قوي وناشف ازاي في القماشه. دلوقتي خلاص هنا انا التوسيع ده انا بلزق الاتنين في بعض، اخيطهم الاول قبل ما ابتدي اوسع، عشان انا لما اخيطهم واشوف المسافه اللي انا هوسعها من عند القصر، مش هوسع كده وخلاص، لا، على قد التوسيع اللي انا عايزاه، بس اللي انا هوسع القصر فيها فكها يعني، تمام. وبرده هتشوفوا الفيزون دون ازاي مشي عندي على المكنه، يعني بسم الله ما شاء الله، عشان انا متعوده على الخامه دي اللي انا زي ما قلت لكم ان انا عملت لها عبايتين نفس التفصيله دي بالظبط، بس اللون البيج دون كان ازرق واحمر زي ما قلت لكم. فعشان كده الحمد لله ماشيه معايا من غير لا ورق ولا تلزيق، لان الفيزون ده انواع، في اللي هو اللميع وفي المطفي وفي اللي هو التقيل، فده من نوع التقيل اللي هو ايه بيمشي معايا صح زي ما انتم شايفين كده. انا خيطتها الاول، بعد كده اشوف المسافه، عايزه مسافه ايه كسره من كل ناحيه كده، يعني دي كده هوسعها والناحيه الثانيه برضو. فانا ببتدي افكها وابتدي التوسيع زي ما انتم شايفين كده. لازم اظبط كمان ايه خط الجنب من عند الصدر لخط الجنب اللي انا عملته الجديد اللي هي الخياطه بعد ما لزقتهم في بعض، تمام. دلوقتي انا بفك القسره وخيطهم مع بعض، وبرده كان فيها بعد التقطيع منها في العبايه برضك انا خيطتها زي ما انتم شايفين كده. انا فكيت ومن القصر وظبطت على قد المسافه اللي انا عايزاها، وبعد كده رجعتها تاني بحيث تبقى الخياطه قصاد الخياطه الجنب والخط الجنب، الجنب يعني بتاع الصدر اللي فوق والجنب بتاع بقيه العبايه. يا رب اكون قدرت افيدكم وازاي تعيدوا عبايه قديمه مش مستعمله، يعني ان انت خلاص اتهلكت عندك وفيها عيوب، ان انت ترجعيها تاني تستعمليها وكويسه، وتغنيك عن شراء يعني في حاجات ابدا من حاجه. دلوقتي هتشوفوا بعد ما اعدل العبايه الخياطه اللي انا عملتها، العيب اللي هو كان في الجنب ولا باين فيه اي حاجه خالص، والخياطه بقى مظبوطه كده ولا باين ان هي اتعدلت ولا كان فيها زياده ولا اي حاجه خالص ولا حرق. دلوقتي انا عم هعمل التصليحات الثانيه اللي هي فيها، اللي انا هعيد على الخياطه دي زي ما انتم شايفين كده. على فكره الشريط الاسود اللي هو على البيج دون كان جواها رباط بتتربط من الجنبين زي ما انتم شايفين كده، من الجنب ده المسافه، انا حبيت ان انا اخلي المسافه واحده ما بين الجنب ده والجنب ده اللي هي ايه من غير كشكشه. وطبعا العبايه الثانيه كان نفسي ان انا اوريها لكم قبل ما اعملها، بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. وادي خياطه الجنب اهي، مش باين فيها اي حاجه خالص، انا زودت في التصليحات اللي فيها وتنيتها وسلمتها لها وكانت 100 100 وشكرتني كمان. يا رب تعجبكم الفيديوهات التصليحات اللي انا هعملها لكم ان شاء الله في الفتره دي، وتكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.